صباح الخير يا شباب، ازيكم؟ عاملين ايه؟ النهارده هنشرح افضل موقع لربح المال من على الانترنت، موقع جيت بيتكوين. تمام يا شباب، الموقع دوت الشغل عليه كتير، تمام، وهتعرف تعمل منه فلوس دخل كويس. تمام يا شباب، الموقع ده يعتبر يعني كنز بالنسبة للمواقع التانية. الموقع ده عليه اعلانات وعليه صنابير وعليه عروض وعلى مسابقات وعلى اختصار روابط وعلى مكافآت وعلى على حاجات كتير أوي. تمام يا شباب، ممكن بعدها تقدر تعمل منه دخل كويس 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 جدا. عشان كده لو شفت الفيديو دوت متنساش تشير الفيديو دوت ولايك للفيديو وتشير الفيديو مع أصحابك عشان يسجلوا في الموقع. تمام يا شباب، واعمل لايك للفيديو في القناة وتفعيل زر الجرس، وأهم حاجة اللايك للفيديو عشان يوصل لأكبر عدد ممكن من الناس. تمام شباب، بص الموقع فيه كام شخص؟ الموقع فيه 689,000 شخص. وفيه مكافآت يومية ولفات صنابير وقطع إضافية، تمام، ومسابقات شهرية وعروض شهرية ورابط اختصارات وعمولات. يعني الموقع ده يعتبر حنفية فلوس. تمام يا شباب، الموقع بيجيلك بالواجهة ديت. تمام يا شباب، تضغط هنا طريقة التسجيل في الموقع، تضغط على انضم الآن. أول حاجة بتترجم من الموقع من الثلاث نقط اللي فوق، تضغط على كلمة زر الترجمة. تمام يا شباب، بعد كده بنيجي على طريقة التسجيل في الموقع، هنا اسم المستخدم، تمام، وعنوان البريد الإلكتروني وكلمة السر والجنس، بتختار الذكر او انثى، تمام، والدولة اللي انت منها، تمام، وعنوان البيتكوين دوت، بتروح على محفظة الفلوس باي بتجيب عنوان البيتكوين. تمام شباب، دي محفظة الفلوس باي، بتسجل عليها، هتلاقي رابط التسجيل في صندوق الوصف اسفل الفيديو، كل رابط الادوات المستخدمة تلاقيها في صندوق الوصف اسفل الفيديو. تمام شباب، بعد ما بتسجل بتعمل تسجيل دخول وبتأكد الايميل، تمام، بيفتح الموقع معاك بالواجهة ديت، المحفظة بالواجهة ديت. تمام يا شباب، بترجم الموقع، تمام، بعد كده بتضغط على خانة الوديعة. أول مرة بعد كده بتظهر معاك العناوين هنا. تمام يا شباب، بعد كده بتضغط عليها تاخدها نسخ. تمام، بعد كده بنرجع للموقع، بعد كده بتدفع عنوان البيتكوين هنا، تمام، بعد كده بتوافق على الشروط، بعد كده بتضغط يسجل. تمام، ممكن يبعت لك رسالة تفعيل على الايميل وممكن لا. تمام يا شباب، بعد كده بنعمل تسجيل دخول. بنعمل تسجيل دخول يا شباب، تمام، الموقع بيجيلك بالواجهة دي. تمام يا شباب، دلوقتي على الثلاث شروط اللي فوق، بتضغط على كلمة كسب بيتكوين. تمام يا شباب، أول واحد بتترجم الموقع عشان تعرف تشتغل عليه. تمام، اول خانة بديك صنبور، تمام، تضغط عليها، الصنبور دي كل 5 دقايق بتنزل تحت كده. تمام، بعد كده بتضغط على كلمة لفة الان وانتزاع الجائزة الكبرى، بعد كده بتختار اللون اللي هو اللي دوت. تمام،
كده بتضغط على كلمة اللون المحدد الصحيح، بعد كده بتحل الكباتشة ديت، تختارها الكباتشة، بعد كده بتحل الكباتشة تاني. تمام، وعلى كلمة التحقق السنبورد كل 5 دقايق، بديك عليه 3 ساتوش. تمام يا شباب، كل 5 دقايق بديك 3 ساتوش، يعني مفيش موقع بيديك 3 ساتوش على كل 5 دقايق في السنبور، يعني دي يعتبر أغلى موقع. تمام يا شباب، بعد كده بتضغط هنا وعندك زيارة الروابط القصيرة. تمام، الروابط القصيرة دي بتاخد منها مكافآت حلوة. تمام يا شباب، بعد كده في خانة الإعلانات تنزل تحت كده. تمام، تضغط على اعلان. تمام كده، وبتنتظر العداد دي اللي فوق دي يعد. بعد كده بترجع للموقع تاني. تمام، تضغط على الـ3 شروط دول، وعندك الوظائف دي وظائف انت بتعملها وبتاخد عليها ايه فلوس برضو. تمام شباب، وعندك هنا بتحل كباتشة وبتاخد عليها ايه فلوس برضو، وعندك هنا المكافآت. تمام، وهنا عجلة الحظ بتديك هدية كل أسبوع. تمام، دي عجلة الحظ كل أسبوع بتلفها مرة واحدة. تمام يا شباب، فأنا عاملها. تمام يا شباب، فعندك هنا اليانصيب. تمام، وعندك هنا الإحالات. تمام، اللي بتوزع عربة إحالتك لأصدقائك. تمام، بتاخد منهم عمولة. تمام يا شباب، وهنا خانة العروض. تمام شباب، ودي كل حاجة عن الموقع، والموقع ممتاز بالنسبة للمواقع التانية، تعرف تعمل دخل كويس. تمام شباب، كل روابط الأدوات هتلاقيها في صندوق الوصف أسفل الفيديو. لو عجبك الفيديو متبخلش علينا باللايك والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس، وأهم حاجة اللايك وتشير الفيديو ده لكل أصدقائكم عشان يوصل لكل أكبر عدد ممكن من الناس. تمام شباب، بكده نكون انتهت حلقتنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.